الإعلام، التلفاز والجرائد والصحف، الإعلام ككل في وقت ما كان يبث السموم نتاعو اللي تخالف الشريعة وتحارب الدين. وسلطوا علينا الثقافة الغربية وجردونا وعراونا من تعاليم الإسلام حتى وصلنا إلى هذه الوضعية الآن. ومن المفروض الإعلام يكون إعلاما هادفا، أول أمر فيه يحافظ على وحدة الأمة وعلى كيانها، يحافظ على إسلام الأمة، يحافظ على لغة الأمة، يحافظ على مبادئ ومقدسات الأمة، يحافظ على الأسر من التفكك والانحلال، يحافظ على الأخلاق والفضائل، ينشر الفضيلة ويذم الرذيلة. الإعلام الذي يحث على الأخلاق، على الأداب، الإعلام الذي ينشر الحياة في أوساط الأسر، في أوساط المسلمين، الحياء الذي يحفظ لنا حياء، الإعلام الذي يحفظ لنا حياءنا ويحفظ لنا عفتنا ويصون لنا الأبناء والبنات. ولكن وصل الآن التأثير تاعه، شغل شيء غريب. هذا الأب هذا لما تزوج مثل الزوجة، تزوج أمر غريب 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 جدا جدا جدا. ونعرف أن الناس شيوخة ما تتزوجها، هم عايشين الزوافرة في فيلا، ولادهم بأزواجهم وبناتهم بأزواجهم، هو عايش براسه فيلا كبيرة، حي الزفري، يطيب البيض ويأكل فرماج، وحرام عليه يتزوج. من وين هذا؟ هذا وفد علينا، هذا مش تاعنا، هذه ليست بضاعتنا، هذه فرضت علينا الآن. ولو يتسوق من الزواج يجيب لنا مرأة، ويجيب المرأة كيموت والمرأة تزحمنا في الميراث، وتولي مشاركة في الفيلا، وتولي مشاركة في الحوانت، وتدي السيارة. ما هذا؟ ما هذا؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ وين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر الآخر، لو كان راجل متزوج وتزوج، أصحاب الجامعة هم الأولين، أصحاب الجامعة راجل متزوج تزوج، الأولين اللي قطعوه بالمنشار هم أصحاب الجامعة المتنسكون أصحاب الصلاة والحج والعمرة والزكاة والطاعة، هم الأولين. شو يعني؟ ما يدير وتزوج عليها، إيش دخلك من الأخر؟ إيش دخلك؟ وحياته الخاصة دخلت فيها أنت؟ ولماذا تزوجها؟ علاش؟ ولما تزوج حرام ولا حلال؟ كما قالت قائلتهم، وبئس ما قالت، قالت اذهب لتزني ولا تتزوج علي. وهذه الثقافة مش تاعنا، هذه وثدت جات وأمليت وقريناها وقبلناها، ما كانش تعدد. رام سكت علينا. تعدد هذا كان في وقت أبي بكر وعمر، وكانت واحد فكاين الناس عندهم أمورهم الخاصة، ها كاين عنده 20 سنة زواج ما ظناتش مرته، ومن المرة ما ظناتش يريد أن يتزوج، زوجته الأولى تقول له تزوج، والناس يقولوا تزوج عليها، خيانة في الحرام كي يكون يزني. الزينة ما نقدروش نهضروا عليها، الزينة الحرام باش نهضروا عليه. الزينة نشوفوه على شواطئ البحار وفي البيوت الليلية وفي الكباريات، نشوفوه نراه الزينة، نشوفوا ناس يطرشقوا الصور بالمليون 200 مليون على الزانيات والزواني، باش نتكلموا عليه. فين محقورتي يا جرتي؟ خدعها مسكينة، وشعلي من النيران من الجيران والجيرات والجارات، شعالي النار ذهبة، ويجدوا يوقدوها. ألا تتقون الله؟
ويضربوا باباهم يضربوا باباهم على جهنم لا تزوج. بئس الذرية والعياذ بالله، بئس الذرية، بئس الذرية، أعوذ بالله من هذا. فضايح هذه